قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرؤون القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة، قال: لا يقرؤون القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين. في هذا الحديث يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الحائض والذين هم على جنابة والذين لم يكونوا على طهارة وفيهم النفساء، هؤلاء لا يقرؤون القرآن، لا يجوز في حقهم أن يقرأوا القرآن الكريم، كذلك لا يلمسون المصحف بأيديهم. وفي هذا الحديث قد ذكر حكمين: أنهم لا يقرؤون القرآن قراءة باللسان أو قراءة بالنظر أو قراءة بالعقل، كل ذلك ممنوع في حقهم. أما استماع القرآن الكريم فيجوز لهم أن يستمعوا القرآن الكريم. ذكر الحكم الأول والحكم الثاني، ولكن هناك أحكام كثيرة تتعلق بالحائض والنفساء. يقول العلامة الإمام السالمي في مدارج الكمال: الصوم والصلاة والطواف، الصوم والصلاة والطواف وسجدة الصوم والصلاة والطواف وسجدة الذكر والاعتكاف، تلاوة الذكر، مرور المسجد والمس للمصحف حرما فابعدي، لحائض ونفس وجنب، والوطأ من هاتين فلتجتنبي. إذن كم حكم معنا؟ مرة أخرى: الصوم والصلاة والطواف وسجدة الذكر والاعتكاف، الصوم والصلاة والطواف وسجدة الذكر والاعتكاف، تلاوة الذكر، مرور المسجد والمس للمصحف حرما فابعدي، لحائض ونفس وجنب، والوطأ من هاتين فلتجتنبي. كم حكم الآن معنا؟ 9 أحكام تتعلق بالحائض والنفساء والجنب. 9 الأحكام تكون للحائض والنفساء، لكن هذا الحديث قد ذكر حكمين: بأنهم لا يلمسون المصحف، وكذلك لا يقرؤون من المصحف. ورخص العلماء المعاصرون في المرأة التي عليها اختبار. إذا كانت المرأة تدرس في المدرسة وعليها اختبار مادة التربية الإسلامية ولم يعذروها عن هذا الاختبار في فترة الحيض، فقالوا يمكن لها في هذه الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، يمكن لها أن تكتب القرآن في هذا الاختبار، بشرط أن ذلك تكتبه في نهاية الاختبار لا قبل ذلك، حتى لا تلمس الأوراق أثناء تقليبها لأوراق الاختبار. إذن المرأة الحائض والنفساء والذين لم يكونوا على طهارة لا يجوز لهم أن يلمس المصحف، كذلك جاء لا يمسه إلا المطهرون. الحيض ذكر في القرآن الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الدم الخارج من جسد هذه المرأة هو أذى كما قال القرآن الكريم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطأ المرأة في المحيض، فإذا وطئها له أحكام خاصة. كذلك هو أذى، لا يجوز للمرأة أن تحبس هذا الدم في أحشائها،
هذا الدم هو الأصل أنه يكون للجنين، فإذا لم يكن هناك جنين بقي هذا الدم فاسدا نتنا في بطن هذه المرأة، لا يجوز لها أن تبقيه، وإنما لا بد أن تخرجه. ولذلك المرأة في الصيام لا يجوز لها أن تأكل حبوب منع الحيض، فمن فعلت ذلك كانت آثمة، لأن هذا أذى ينبغي أن يخرج من جسم هذه المرأة. كذلك إذا كانت حامل هذا الدم يذهب إلى الجنين، وإذا كانت مرضعا فإن هذا الدم يذهب جزء منه إلى ثدي المرأة ويتحول لبنا، هذا الدم يتحول إلى لبن جزء منه. أما الباقي المرأة التي لم تتزوج فإنها لا تستخدم هذه الحبوب لمنع هذا الحيض. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يطأها الرجل لا بد أن تتطهر وترى القصة البيضاء أو العادة التي معتاد عليها هذه المرأة، أقله 3 أيام و10 أكثره تماما، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، أنواعه أسود ثم أحمر وكدرة ومنه أيضا أصفر، هذه هي أنواع الحيض في المرأة. تترك هذه الممنوعات التي جاءت في هذا النظم. إذا أراد الرجل أن يطأها فإنه لا بد أولا أن تتطهر، ثم بعد ذلك تتطهر ثم بعد ذلك يطأها. وإذا أرادت أن تقرأ القرآن الكريم فإنها تتطهر أولا من حيض والنفاس، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك تقرأ هذا القرآن. ففي نهاية هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين. ولذلك من أراد أن يلمس هذا المصحف لابد أن يكون متوضئا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم النساء أحكامهن. المرأة لابد أن تتعلم الأحكام التي تلزمها، هناك حيض، هناك نفاس، هناك استحاضة. في بعض الأحكام لا تترك الصلاة، كم من النساء تترك الصلاة إذا وجدت بعض الدماء، وفي الحقيقة في بعض الدماء يجب عليها أن تؤدي الصلاة، وإن لم تصلي فعليها أن تقضي تلك الصلوات. كذلك هناك بعض الأحكام المتعلقة بالنفاس، النفاس هو الدم الخارج من هذه المرأة أثناء الولادة، وخارج من الدماء مع الولد هو النفاس، كان كامل الجسد أو ناقصا أو لحمة في العادة، فهذه الدماء الخارجة مع الولد لها أحكام خاصة، 10 أيام أقله وفي أكثره بال40 تكتفي، وإن أتى المولود لم يكن معه دم فذاك طاهر من وضعه. إذا كان هذا المولود خرج عن طريق العملية القيصرية فذاك طاهر. يقول الشيخ السالمي: وإن أتى المولود لم يكن معه دم فذاك طاهر من وضعه. فالمرأة إذا خرجت أو الجنين إذا خرج عن طريق العملية القيصرية فإن المرأة تكون طاهرة وتصلي وتصوم وتأتي بالعبادات التي عليها. فهنا النساء لا بد أن يتعلمن، والأولياء الأزواج لا بد أن يعلموا أزواجهم، لأن المرأة مدرسة، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المرأة إذا علمتها تنفع جيلا، لأنك أنت في غالب الأحيان لا تكون في البيت، فالأولاد أبناؤك من يكونوا مع أمهم، فإذا كانت هذه المرأة غير متعلمة فتنتقل هذا الجهل إلى الأبناء، وإن كنت عالما فلا بد الإنسان يسعى إلى تعليم أزواجه. وكذلك من الحكم التي تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هؤلاء النساء من أجل ماذا؟ ذكر بعضهم بأن من الحكم حتى يتعلمن من النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن
ثم بعد ذلك يعلمنا الناس، كما حصل ذلك مع السيدة عائشة. فكتب الأحاديث كثيرة بروايات السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الإنسان يعلم زوجته ويعلم بناته الأحكام الخاصة بهن. وذلك أيضا ذكر كما ذكر الشيخ العلامة أبو سرور الجامعي في بغية الطلاب في المقدمة، يقول بأن لأمي كان فضل في تعليمي، لأني كنت يتيما فعلمتني أمي، وأمي البرة التقية. ثم بعد ذلك قال كانت تقص لي حديث العلماء، يعني أم الشيخ أبي سرور كانت تقص لي حديث العلماء. ثم بعد ذلك قال بعد كم من الأبيات، يقول فخفتني أن يفوتني رضا السماء. يعني عندما ذكرت أمي لي حديث العلماء وقصص الصالحين والصحابة، يقول خفت أن يفوتني هذا الفضل وهذه المكانة التي وصلوا إليها. فهكذا الأم لا بد أن تتعلم وتعلم، والزوج مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحكم الأخير من هذا الحديث بأن الإنسان يحاول تعليم أهله.